حي الفداء الشجاع. لما عرفت ان الاخوة في الشؤون الاجتماعية وزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل الفدائية من اهل المخيم، فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. مخيم النبطية مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع في جنوب لبنان على مسافة 70 كيلومترا من بيروت. انشئ هذا المخيم في مطلع الخمسينات ويعيش فيه نحو 6000 لاجئ فلسطيني يعملون كأجراء زراعيين وكعمال في بلدة النبطية والمناطق المجاورة لها. وسكان هذا المخيم لاجئون من قرى الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة. تفضل. أهلين، أهلا وسهلا. مرحبا يا اخوي، كيف تحتك؟ ان شاء الله مبسوط. يا مرحبا. اهلا وسهلا حيا. مرحبا يا زهر. يا مرحبا، كيف تحتك؟ تفضل اشرب قهوه. شكرا. تفضل اشرب قهوه. كيف حالك؟ ما بصير يا زلمه. يا رجل خليه. خليه فنجان قهوه يما. يا جماعه خليه يشرب فنجان قهوه. الله يعطيك في امان الله. مع السلامه. الفداء الشجاع. لما عرفت ان الاخوة في الشؤون الاجتماعية وزعوا كياس من شان يوصلوا فيها هدايا ورسائل للفدائية من اهل المخيم، فرحت كتير لاني من زمان كنت بدي اودي رسالة وهدية لاخواني الابطال الشجعان. انا اسمي عايدة الشيخ، عمري 10 سنين، بعيش مع اهلي بمخيم النبطية، بس احنا اصلنا من فلسطين، من الكابري. في الي 5 اخوة. اخوي الكبير بدرس في مصر وابوي بيشتغل نجار. ارسل لك يا اخي العزيز هدية بسيطة، منشفة، اتمنى ان تعجبك. كان بدي ارسل لك اشي احسن، بس هاي اللي قدرت عليه. انتوا بتستاهلوا ايها الابطال احسن شي في الدنيا، لانكم تفدون ارواحكم في سبيل فلسطين. واخيرا سلامي لجميع الفدائي الابطال، وميت الف حمل سلام. سلام من اخوتي الصغار والكبار، والسلام ختام. اختك عايدة الشيخ، مخيم النبطية. أثبتت وقائع التاريخ أن الإمبريالية لا تتردد عن ارتكاب أي جريمة للحفاظ على مصالحها.
كما أنها لن تتورع لحظة واحدة عن إبادة شعب كامل فيما لو تعارضت تلك المصالح مع وجود هذا الشعب.
انظروا نظرة واحدة على هذا الركام من الأبنية في هذا المخيم، تدركون أن الغارات البربرية التي قام بها سلاح الطيران الصهيوني على مخيمات النازحين في النبطية وفي عين الحلوة ومنطقة سوق الغرب وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، تدل بشكل قاطع على العقلية الفاشية لحكام إسرائيل، وأن صفة الخديعة هي التي تغلب على كل أفعالهم. إن هذه الموجات الهستيرية من الحقد ضد النازحين الفلسطينيين تؤكد استمرار إسرائيل في اتباع سياسة الإبادة والتشريد ضد شعبنا المناضل. إن هذا التكوين الإرهابي للمجتمع الإسرائيلي ما زال بحاجة إلى المزيد من التصعيد في العمل الفلسطيني المسلح، حتى يصبح في الإمكان اقتلاع هذه الأفكار الفاشية والقضاء على مناهج السلوك النازي التي ما زالت تسيطر على المجتمع الإسرائيلي. إن من سعى على مع سبق الإصرار لقتل أبنائه وشبابه في معلود ليس من المستغرب عليه أن يعمد إلى قتل أطفالنا ونسائنا في المخيمات. إن مثل هذه الأفعال الهمجية تلقى الرضا من الإمبريالية الأمريكية، فالأسلحة الفتاكة وطائرة الفانتوم تنهال على إسرائيل تتدفق بلا حساب لاستخدامها ضد السكان العرب العزل الآمنين من شعبنا العربي والفلسطيني. إن الشعارات النازية ما زالت ترفع في إسرائيل ضد الفلسطينيين، فقد ربوا أجيالهم على الحقد والكره والعداء للعرب. اسمعوهم وهم يرددون: يجب القضاء عليهم كالحشرات، لنواجه الدم بالدم. شعارات فاشية نازية. الأنكى من ذلك أن البرلمان الإسرائيلي الكنيست يشترك في التمهيد للجريمة بموافقته الخادعة على تبادل الأسرى في معلود، وتشارك الوزارة الإسرائيلية في صنع الجريمة بالإجماع. إن تفاصيل الحوادث في الداخل تدل على همجية إسرائيل ونزعتها الإجرامية، علما بأن أبطال معلود قد أعلنوا بروح إنسانية متسامحة استعدادهم للتفاهم من أجل منح الحرية لرفاقهم في السجون. لكن حكام إسرائيل يريدون تعميق الهوة بين العرب واليهود لتنمية الجريمة وأعمال القتل، حتى لا يكون هناك مجال للتعايش السلمي. إنهم يستخدمون السلاح للجريمة، ونحن نستخدمه للحرية والسلام والعدالة. إن من يتصور أن القتل والتنكيل بشعبنا ستثنيه عن نضاله الثوري المسلح مخطئ كل الخطأ. فمن الموت والشهادة نصنع تاريخ أمتنا ونبني حياتها من جديد. نحن نقاتل من أجل السلام والعدالة وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل ترابنا المقدس، وسنبقى نناضل حتى نحقق الهدف المنشور. يعني بتقول القسم كان يعني حوالي 40-50 طائرة يتروح وتجي، منهن يروح يغيب وعاود يجوا ملانين وعاود يضرب. العالم كلها طلعت لفوق على الكامب، السيارات ولا البلد النبطية طلعوا لفوق. بعد شوية اجى القصف عليهم، يعني بتقول العالم صارت تور حالة بالحال.
أول ما شفت الغارة. أنا طلعت من هنا على المخيم لحتى فأفقد أولادي. لما أجيت لأفقد أولادي لقيت 4 ناقصين. أنا فكرت الخامس إنه هارب جعفر وتاركن يعني. جيت لما رحت حتى أشوفن لقيت الأولاد بس الكبير ما لقيته. سحبت حالي حطيت حالي بالأسعاف وأجينا لحتى أزمط أهرب أولادي من الطيران الإسرائيلي. وصلنا لهين ما لقيتش ابني. رحنا على الصيدة على المستشفيات ما لقيتش ابني. ثاني يوم قالوا لي ابنك بالمخيم فوق بعده بالردم. سحبنا ورحنا جبنا واجينا لهين دفناه يعني ككسم يعني العادة. صحيح انه ما ام الا ما بتحترق بس هالشي هذا بده شوية من الجراعة يعني ما لانه مش علينا لحالنا على كل شعب الفلسطيني العربي. آخر سنة بالبريفيه خالص مقدم على الامتحان على كل حال استشهد جعفر اتجاه قضية فلسطين. مش لواحد استشهد ومش لواحد بده يستشهد. احنا كلياتنا بنستشهد اتجاه قضية فلسطين اتجاه نكافح اسرائيل. يا تنشوف اسرائيل موضعها لحد وين. نحن الطفل الصغير بظل يكافح اتجاه فلسطين لآخر ساعة بحياتنا ونضرب اسرائيل. نطلع بدينا وان شاء الله وإن شاء الله إسرائيل بتنكسر ونحن من ننصر. هذه صورة جعفر يا منى. أهلين بالشباب الطيبة والله غير وراء قدامك للموت. لازم أنا أفدي روحي اتجاهك وأخذ بفارك من إسرائيل. لأنه لا فرحت ولا تهنيت. نحن اللي بنفرح وبناخذ بصارك يما لآخر ساعة. أثناء المعركة كنت بالعمل فأنزلت أنا المدني عندين فبلش قصف. لما بلش قصف فاتجهت صوب بين بالمدينة فنطرت وطلعت على المخيم. غارة بعد غارة كانت تجي فطلعنا من همد الغارة طلعنا فوق. طلعت على المسجد لقيت المسجد جنب راي صورت على العائلة. العائلة ملقتهاش خوتت انا جنات لقيت الأولاد مطمومين مع جنب المسجد وطول الأزران نازل الأزران مع جنب المسجد. فأجل الطيران. لما اجى الطيران نزلت تحت هربت على مح. هربت على طمات حالي بأمح ما عاش توجه صوب الأولاد لعشي. لما راحت الغارة رجعت ردت وحشت الأخوان تعين فتح كلهم جابوا أندية ضوانا فتحنا بين الأولاد وقفين مع جنب الحيط واحد قبل الثاني. 4 أولاد نهلة منى غالب حسن فشلناهم. فظل الصبي الثاني للساعة 9 ثاني يوم لحتى ياخذوا يشيلوا من الملجأ. بعدين فترة اسرائيل واللي بشد عجز اسرائيل اذا بهدنا نحن فدائية حتى اخر اللحظة بعمرنا. لو مات ابننا مش مهم لو احنا متنا كمان مش مهم. انما احنا مستمرين بالحرب لوقت النصر وهذا اللي احنا بنقوله. انجرحت؟ نعم انا انجرحت. انجرحت بظهري وابني الثاني انجرح وابني الثاني مات ونحن مش حاسفين هذا ابدا ولا اي شيء. لو مات معلش بغيره. لو مات بغيره بانه صغير وكبير يعني ما بيستوعب بالامر ابدا حتى اخر لحظه. نحن مش نسيب بلادنا حتى ان تكون اليهود هي تعيش بيا واحنا نموت. احنا بنعيش وبنموت في بلادنا غير هيك ما في ابدا.